في كل مرة تتجه فيها إسرائيل للتصعيد ضد إيران يكون فيها البرنامج النووي من أبرز الأهداف المحتملة، لكن هذه المرة تبدو السيناريوهات مختلفة، فقد أصبحت التلميحات والتسريبات الإسرائيلية تتحدث عن احتمالية استهداف مجمع خامنئي. فما هو هذا المجمع وما دوره وما أهميته بالنسبة لطهران؟ مجمع خامنئي يضم مجموعة من المباني والمكاتب الخاصة بالمرشد الأعلى علي خامنئي في طهران. هذا المجمع يعتبر مركز القيادة السياسية والدينية الإيرانية، حيث تتم داخله مناقشة القرارات الاستراتيجية والمهمة بالدولة، ومنه يتم توجيه السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الدفاعية وحتى الدبلوماسية. المجمع يتضمن أماكن إقامة وقاعات للاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين والأجانب، كما يضم مقرات لأجهزة الأمن والحرس الثوري التي تحمي المجمع وتؤمن خامنئي. ومن بين أهم الأجهزة الأمنية التي يضمها المجمع الحرس الثوري المسؤول عن حماية المرشد وتوفير الأمن للمجمع، وفيلق القدس وهو وحدة متخصصة بالعمليات الخارجية وحماية النظام، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الإيرانية الذي يدير عمليات الرصد والمراقبة للأمن الداخلي والخارجي، كما يشتمل على فرق استخباراتية ووحدات خاصة للتدخل السريع. شاركونا، هل سيكون فعلاً هذا المجمع أحد أهداف الرد الإسرائيلي المتوقع؟